مشاهدينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ملفات ساخنه. نبدا الحلقه بالعديد من المواضيع حيث تتزايد المخاوف من انزلاق نحو حرب جديده في الشرق الاوسط، اذ يثير التصعيد العسكري الاخير في لبنان القلق من خروج الوطن عن السيطره بعد عام على بدء الاحتلال الاسرائيلي حرب الاباده على قطاع غزه، وفي ظل تبادل التهديدات بين الاحتلال وايران. ومع ذلك يرى عدد من الخبراء في مجال صنع القرار على المستويين الاستخباراتي والعسكري أنه لا تزال هناك عوامل تمنع انجرار المنطقة إلى حريق كبير يمكن أن يدفع إسرائيل وطهران إلى صراع متصاعد تستدرج إليه دول أخرى. وقرار أعلى مستوى اتخذ في روسيا لرفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، من المتوقع أن تتبعه إجراءات متنوعة. طالبان التي تعتبرها روسيا حليفا لها في مكافحة الإرهاب وعززت من علاقاتها معها منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، رحبت بالخطوة واعتبرتها رسالة لدول أخرى بشأن مواقفها تجاه أفغانستان بأن حركة طالبان التي تحكم البلاد هي ممثل شرعي للشعب الأفغاني وانتعاش لسوق النفط والمعدن الأصفر رغم ارتفاع أسعارهما إلى سقف قياسي، على خلفية مخاوف من احتمالات تعطل من إمدادات من منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة الطلب على الوقود في ظل الأعاصير العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، إذ تلقت الأسعار دعما من استمرار حذر المستثمرين من زيادة محتملة لحدة التوتر بين إسرائيل وإيران. فاصل مشاهدينا ولنا عودة. بسم الله بسم الله، يا رب يا رب تدد يا رب. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونبدأ بفتح أول ملفاتنا. على حافة الهاوية وصف أطلقه بعض المحللين للوضع في الشرق الأوسط، فنيران الحرب تشتعل وتتسع رقعتها، غزة ولبنان واليمن وفلسطين المحتلة، ووصل الوضع إلى الإبادة الجماعية. ورغم إطلاق المنظمات الإنسانية نداءاتها وأن غزة تباد وشعبها يحتاج إلى المساعدات العاجلة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم حربه، والعالم يراقب بصمت، والأمم المتحدة حذرت من تكرار ما حدث بغزة في لبنان، وأنما تشهد دوامة موت كما وصفوها، ودعوا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف النزاع المتصاعد بين حزب الله والاحتلال. ومنذ انتهاك الاحتلال الأراضي اللبنانية ارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين حزب الله والكيان المحتل الذي يتوغل في الأراضي اللبنانية، لكنه يصطدم بحائط المقاومة الذي كبده العديد من الخسائر. لذلك مشاهدينا، الحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي توني بولس. توني، بعد التحية، الاحتلال فتح جبهة الحرب ناحية لبنان، حدثنا أكثر عن الأوضاع على الأرض في الوقت الحالي. مساء الخير. يعني بالفعل الأمور بدأت تتوسع أكثر فأكثر. اليوم هناك استهدافات خارج نطاق الضاحية الجنوبية، وطالت مناطق في بيروت بأن تحتفظ ضمن خارطة الاستهدافات في الفترة الماضية، وأيضا بدأنا نشهد توسيع في إطار نطاق المناطق التي يتم استهدافها، وهذا أمر يزيد ويصعب الأزمة الإنسانية التي يمر بها لبنان، وخاصة أن النازحين يعني حجم النزوح بات كبير جدا. نعم. لدرجة أن الحكومة وقدراتها لا تستطيع أن تلبي الاحتياجات الإنسانية التي باتت ملحة للبنانيين وللنازحين الذين أتوا سواء من الجنوب أو من البقاع أو حتى من ضاحية بيروت، والآن محيط بيروت أيضا بدأ يدخل ضمن هذا الخارطة، وبالتالي هناك أعباء كبيرة على الدولة اللبنانية. في ظل في المقابل كان حزب الله الذي نصف نفسه مرجعا لبيئته ولطائفاته ولغيرها أنه هو من يؤمن كل شيء، تبين أنه لم يؤمن شيء وخرج من عن السمع في المرحلة الأخيرة، وترك الأمور على عاتق المواطنين ليتدبروا أنفسهم بأنفسهم، ولا يوجد لديهم أي شخص معين. فهنا نتحدث عن فشل الخطة التي وضعها حزب الله،
في مقابل أيضا فشل الإجراءات التي تحدثت عنها الحكومة ضمن خارطة أو خطة الطوارئ التي سبق أن حضرتها وأعلنت عنها قبل عدة أشهر. نعم أستاذ توني، يعني على وقع الغارات هل هناك أي فرصة لحلول دبلوماسية قريبة على الطاولة، خاصة أن الرئيس الفرنسي دعا إلى إيقاف الحرب في غزة ولبنان بعد عام من الحرب؟ لماذا برأيك هذا التوقيت واختياره؟ يعني في الواقع الجهود الدبلوماسية استمرت ل 11 شهرا تقريبا قبل أن تتوسع الحرب. كان هناك رفض إيراني وحزب الله لعملية للتسلية التي كانت قائمة على نقطتين: أولا فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، نقطة ثانية تطبيق القرارات الدولية وأبرزها قرار 17/1 الذي يقضي بانسحاب حزب الله باتجاه الشمال، شمال الهرم الليطاني. هناك مطالب بتطبيق القرار الدولي 1559 أي نزع سلاح ميليشيا حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. طبعا في كل تلك الفترة الماضية كان هناك رفض لهذا الموضوع. فرنسا تدخلها عادة هو ليس في إطار يعني الإجماع دول، أصلا فرنسا دولة دائمة في لبنان غير ناجح، وقد شاهدناه في أكثر من محطة، سواء في حين تم تفجير مرفأ بيروت أو حتى فشلت في تسوية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان وغيره. فرنسا تبحث عن مصالح اقتصادية لها سواء في لبنان أو مع إيران. من هذا المنطلق يعني هناك علاقات فرنسية إيرانية تلزمها أن تمر عبر حزب الله، وبالتالي هي تحافظ الحفاظ على حد الأدنى من وجوده في لبنان، ولا تريد أن يكون مصيره كمصير حماس أو يتم تدميره بشكل كامل، فلذلك تدخل على خط المفاوضات من هذا البعد. ولكن دعيني أن أقول أن أي مفاوضات ناجحة لابد أن يكون هناك إجماع عليها، وهناك في لجنة عربية مؤلفة من السعودية مصر وقطر إضافة إلى فرنسا وأمريكا، اللجنة الخماسية، ووضعت عدة معايير ومسارات لعمليا خفض التوتر وإنتاج رئيس في لبنان يضمن التزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي. ولكن حتى الآن هناك عراقيل كثيرة وهناك رفض إيراني ورفض من حزب الله لهذا الموضوع. نعم أستاذ توني، كان هناك تصريح للسيد سليمان فرنجي قبل يومين تقريبا في عين التينة يؤكد بأهمية التضافر وخروج اللبنانيين بوحدة كاملة بعد هذه المحنة، كما أكد هذا أيضا هذا الكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بأهمية الدعم. هل هو تطمينات سياسية اتخاذ موقف رغم التداعيات التي تخلفها هذه الحرب من تداعيات اقتصادية صحية العديد من الجوانب أستاذ توني؟ فكيف ترى مسار الحرب، مداها الزمني الجغرافي والأبعاد التي تسيطر عليها الآن، المشاهد التي نتابعها؟ يعني في الواقع صحيح أن هناك من يحاول أن يجد حلولا سياسية، ولكن دعينا أقول عندما نستمع التصريحات الجانب الإسرائيلي هناك تصريحات يعني عالية الثقل وتتحدث أن الحرب لن تتوقف قبل إنهاء ظاهرة وجود حزب الله في لبنان وظاهرته في الشرق الأوسط، باعتبار أن حزب الله ليس فقط ظاهرة لبنانية. صحيح أنه يتخذ لبنان قاعدة له، ولكن لا ننسى أن حزب الله له أدوار في أكثر من دولة عربية، وكان له تأثير على استقرار المنطقة، شارك في الحرب السورية وفي اليمن وفي البحرين وحتى في العراق وأكثر من مكان. حتى الصواريخ التي كانت تسقط من اليمن بواسطة الحوثيين على مكة المكرمة كان هناك دور لحزب الله في إدارتها وخبراء من الحزب موجودين. طيب هناك. طيب أستاذ، هل تعتقد بأن حزب الله لا يزال يسيطر على الوضع على الأرض في ظل اغتيال أغلب قياداته في لبنان؟ يعني اليوم حتى الساعة يمكن القول أن تراجعت قوة حزب الله وقدرته العسكرية والسياسية في البلاد، ولكن لا يمكن الحديث في هذه اللحظة أن حزب الله انتهى بشكل كامل. تراجع بشكل كبير وتأثيره ربما أيضا ضعف وقوته العسكرية تراجعت، لكن يعني إذا حصلت تسلية تناسب حزب الله ربما في السنوات المقبلة يستطيع حزب الله إعادة هيكلة نفسه من جديد، كما حصل تماما عام 2005-2006 في حرب تموت. حينها تم ضرب قدرات كبيرة لحزب الله وتراجعت قدرته، ولكن التسوية لم تنتج دولة في لبنان. وطالما لا يوجد دولة في لبنان دائما هناك قوى إقليمية وأحزاب تسعى لملء الفراغ، وهذا ما فعله حزب الله في هذه المرحلة. لذلك اليوم التعويل على إعادة بناء الدولة من جديد، تقوية المؤسسات، الجيش اللبناني، انتخاب رئيس قوي للجمهورية اللبنانية أي يكون مستقل وليس رئيسا يعني تابعا للقوى السياسية ويتأثر بإملاءاتها وأوامرها، وبالتالي هذا ممر إيجابي يستطيع أن يملأ الفراغ بالطرق الرسمية.
ولا ننسى أن لبنان هو وطن عربي، هو جزء من جامعة الدول العربية. وما قام به حزب الله ونقله إلى المحور الإيراني، هذا أمر خطير لبنان، يؤدي إلى تفجير الوضع الداخلي في لبنان، لأن الانسجام الداخلي والعلاقات الداخلية اللبنانية هي منسجمة مع طبيعة لبنان الدولة العربية التي تتفاعل مع محيطها العربي، ولا يمكن أخذها إلى مسارات ومحاور إقليمية أخرى، لا سواء كان هذا المحور إيراني أو أمريكا أو أوروبي أو غيره، فقط المحور العربي الذي يستطيع أن يتمدد إلى لبنان أو يكون جزء منه لبنان، لأن طبيعة الدستور اللبناني تشدد على عروبة لبنان وأنه دولة عربية وينتمي إلى جامعتها جامعة الدول العربية. نلاحظ أستاذ توني بأن الاحتلال عاود الضرب في شمال غزة واستهداف العديد من المستشفيات، برأيك لماذا؟ يعني من الواضح أن الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارا بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وبين الحين والآخر عندما تعود حماس وترمم بعضا من قدراتها أو تهيكل بعضا من أفواجها، يعود تعود إسرائيل وتهاجم المناطق التي يتواجدون بها. فبرأيي هذا ضمن سياق عمليات كر والفر وملاحقة الحلول الأخيرة المتواجدة لحركة حماس والتي تتلطف في مكان ما. يعني نعلم أن وهذا واقع حزب الله حتى في لبنان متواجد متداخل مع السكان المدنيين في المدن وفي القرى والبلدات، نظرا لطبيعة العلاقة المترابطة بين ما يسمى بيئة وما يسمى حزب الله، وهو نفسه حزب الله يتحدث عن بيئة المقاومة، أي أن هناك انسجام وتداخل كبير بين الطرفين، الأمر نفسه هو موجود في غزة أيضا. نعم، ولكن كيف تعتقد أستاذ توني تأثير العمليات الفردية في الداخل الإسرائيلي والضفة؟ يعني العمليات الفردية هي يعني دائما تبدأ عندما يتحلل العنصر القيادي أو الهيكل التنظيمي للمنظمات أو للتنظيمات المسلحة، دائما نرى أن تتحول الأمور إلى عمليات فردية، وهذا أمر يعني له بعد العسكري. فإذا ذهبنا بمقارنة مختلفة، عندما سقط تنظيم داعش بدأ الحديث عن الأسود المنفردة وعن عمليات متفلتة في أكثر المكان، هذه العمليات لها بعد أمني خطير، تؤثر يعني تستطيع أن تفعل تأثيرات أو يكون لها تأثيرات ببعد أمني كبير جدا، فمن هذا المنطلق ولكن يصعب ضبطها بشكل كبير لأنها مرتبطة على عقيدة وإيديولوجيا معينة يتبناها الأفراد ويقومون بتلك العمليات، ليس بالضرورة انطلاقا من أوامر معينة تأتي من قيادة ويتم تفعيلها، إنما تأتي من خلال تقديرات فردية لبعض الأشخاص ويتحولون إلى يعني إلى جزء من هذه العملية ويقدرون أن هذا الأمر ينفع العقيدة والإيديولوجيا التي سبق أن تبنوها. نعم، إذا دخلنا في تفاصيل أكثر أستاذ توني، بعد عام كامل كما نرى من بداية محرقة غزة أعلن الاحتلال أن المقاومة في غزة ما تزال بقوتها، هل هذا اعتراف ضمني لاستحالة تحقيق الاحتلال لأهدافه في غزة، أم أنه مجرد عذر لتدمير أكبر في غزة باعتقادك أستاذ توني؟ يعني برأيي دائما أحيانا تلجأ الدول إلى تضخيم قوة أعدائها لتبرير المزيد من استخدام القوة المفرطة والآلة العسكرية. يعني إذا نراقب يعني عمليا لا نحتاج الأمور لخبراء، يعني يمكن مراقبة قدرات حماس والعمليات التي تقوم بها قبل اليوم، فهذا واضح هناك تراجع كبير وهناك تفكك بالقيادات وبالمرجعيات الأساسية لهذا التنظيم، حتى بالتأمين الدعم الخارج له من سلاح ومن مال ومن وحتى الأنفاق والقدرات العسكرية كلها سقطت تقريبا. بالتالي استمرار إسرائيل باللعب على نقطتين، نقطة قوة حماس والنقطة الثانية هي الرهائن، هي ليست سوى عملية دعائية لإظهار قوة هذا العدو يعني بالنسبة لإسرائيل لاستهداف أكثر ولتدمير أكثر، والجميع يعلم أن هدف إسرائيل في غزة هو أبعد من محاربة حماس، إنما في محاولة تهجير أكبر عدد ممكن من السكان في حماس إلى أماكن أخرى وتدمير البيوت والبنى التحتية
لعدم استطاعة أو لعدم قدرة السكان من العودة إليها مجددا في المرحلة المقبلة. نعم، نلاحظ بأن منذ بداية الحرب أستاذ توني أصدرت العديد من المنظمات الإنسانية تقارير حول جرائم الاحتلال ضد الإنسانية في غزة، إلا أن أيضا نلاحظ بأن هناك موقف واضح من قبل واشنطن وبعض الدول خاصة الغربية لا تزال غير مقتنعة بارتكاب الجيش الصهيوني هذه الجرائم. برأيك كيف تفسر هذه المواقف المختلفة من جانب والموحدة بالنسبة للغرب وأمريكا من جانب آخر؟ يعني عمليا هناك ضوء أخضر لإسرائيل وغطاء دولي لكل الحرب القائمة حاليا. لنكن موضوعيين، يعني العملية هي لا تتوقف عند تقارير حقوق الإنسان وغيره. هناك مشروع للشرق الأوسط جديد قائم على معايير مختلفة عن المعايير السابقة، وهذا الأمر يعني ليس فقط إسرائيل تنفذ أجندة، ربما هناك دعم لهذه الأجندة من دول أوروبية ومن أمريكا من دول عديدة تريد تغيير هذا الواقع في الشرق الأوسط، لأن الغرب الذي هو نفسه كان يقوي تلك السياسة والصراعات ويأجج يساهم في تأجيج الصراعات، هو ربما غير استراتيجيته. يعني في قراءة عودة بسيطة إلى الوراء، المحور الإيراني لم يكن ليتمدد دون تمدد وقوي على مرأة وعلى مسمع الدول الكبرى والدول الغربية. لا ننسى أن كيف دخلت المحور الإيراني إلى العراق ومن ثم إلى سوريا وإلى لبنان وتمدد وتوسع، ولم يكن هناك أي اعتراض غربي. حتى الخامنئي نفسه أو الخميني سابقا عندما أتى إلى إيران أتى من الغرب، أتى من فرنسا وكان هو يقيم فيها، وبالتالي الغرب كان له دور ما في مكان ما بقوة هذا المحور، والآن الاستراتيجيات تتغير وتتبدل. لذلك الغرب يدعم إسرائيل في تدمير كل رموز وأذرع هذا المحور الإيراني. نرى الآن أستاذ توني الأعين مترقبة لردة الفعل الإسرائيلية على إيران، خاصة هناك كان الكثير من التصريحات الصهيونية من نتنياهو تحديدا ووزير حربه المستمر بذلك. أم باعتقادك أنها مجرد تهديدات فارغة أو استمرار لواشنطن لثني جيش الاحتلال من ضرب بعض المواقع في إيران؟ برأيي اليوم إسرائيل تستطيع أن تكون مرتاحة في ضرب إيران بعدة أسباب. ما كان يقلق إسرائيل أكثر من إيران هي وجود حزب الله إلى جانبه في شماله وأيضا حماس في الداخل، وبالتالي سابقا أي هجوم إسرائيلي على حماس كان هناك خطوط دفاع إيرانية موجودة على حدود إسرائيل وفي داخل إسرائيل. اليوم مع هذه الحرب الحاصلة ومع توجيه ضربات كبيرة لحزب الله ولحماس تراجعت هذه الخطوط الدفاعية، وبالتالي باتت إسرائيل تستطيع أن توجه ضربات كبيرة إلى طهران دون أن يكون هناك هجمات قريبة منها، وبالتالي الهجمات الإيرانية وحدها سواء عبر الصواريخ أو المسيرات قادرة نسبيا شوية على تصديها وتحملها، ولكن هناك تحرك ويساعدها في مواجهة هذه التهديدات وهي تراجع الدفاعات الإيرانية لإيران. يعني حزب الله اليوم لا يستطيع أن يطلق صواريخ بوابل كبير كما كان يستطيع سابقا لو فعلت. إذا الكاتب الصحفي توني بولس كان معنا من بيروت، شكرا لك على هذه المداخلة والتفاصيل بشأن الملف اللبناني. مشاهدينا فاصل لنفتح ملف آخر من ملفاتنا الساخنة. من جديد مشاهدينا ونفتح ملف آخر من ملفاتنا الساخنة، حيث اتخذت موسكو طريقا جديدا نحو تطوير العلاقات مع حكومة حركة طالبان في أفغانستان، إذ أعلنت عن نيتها رفع الحركة من قائمة الإرهاب، كما أكد مسؤولون روس أن قرارا قد اتخذ على أعلى المستويات. وزارة الخارجية الروسية رعت قبل أيام الاجتماع السادس لمجموعة العمل الدولية التي تحمل تسمية صيغة موسكو، وهي تناقش بشكل دوري الملفات المتعلقة بالوضع في أفغانستان. في خطوة غير مسبوقة ترفع روسيا حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، وتدعو الغرب للاعتراف بمسؤولية تجاه إعمار أفغانستان
ورفع العقوبات المفروضة عليها وإعادة الأصول المصادرة إلى كابول. القرار الذي اتخذ على مستوى عالي سبقه تصريح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر فيه طالبان حليفا لموسكو في مكافحة الإرهاب. يجب أن ننطلق من حقيقة أن حركة طالبان تسيطر على السلطة في البلاد، ومن هذا المنطلق فإن طالبان بالتأكيد هي حليف لنا في مكافحة الإرهاب، وقد تلقينا عدة مرات إشارات باستعداد طالبان للعمل معنا في مكافحة الإرهاب. خطوة لاقت ترحيبا كبيرا من قبل طالبان التي تسعى لتثبيت سلطتها عالميا، وتراها موسكو مهمة نحو تطبيع العلاقات مع كابول والحفاظ على حوار عملي معها. ومن جهته أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف على أهمية الحكومة الأفغانية الحالية في مكافحة إنتاج المخدرات ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، كما طالب لافروف بزيادة المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، مؤكدا أن بلاده ستواصل تقديم الدعم الغذائي والمواد الأساسية وتطوير العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع كابول. نحن مقتنعون بضرورة الحفاظ على حوار عملي مع طالبان، ولن نقبل بأي وجود عسكري لدول أخرى في أفغانستان أو إقامة قواعد عسكرية في الدول المجاورة لها، فإن استعراض القوة في هذه المنطقة من قبل لاعبين خارجيين يأمل على تصعيد الأمور. تقارب موسكو مع طالبان يأتي في ظل مخاوفها من تمدد تنظيم الدولة الإسلامية إلى أراضيها وحرصها على مراقبة حضور بعض القوى الإقليمية الأخرى في أفغانستان، إلى جانب أنها تبني حضوراً استراتيجياً لها في كابول في عدة ملفات تجارية وأمنية لتعزيز نفوذها فيها والحد من نفوذ منافسيها سيما من الغرب في هذا البلد. مراسلة قناة الأخبار فريا الفرة، موسكو. إذا مشاهدينا، لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن عزيز فهمي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أستاذ عزيز أهلا بك. وبعد التحية، روسيا رفعت طالبان من قائمة الإرهاب، كيف تنظر واشنطن والغرب لذلك؟ هل تراه تحدي لها أستاذ؟ روسيا عادة ما تأخذ الموقف المناقض والمخالف للموقف الأمريكي. روسيا كانت بشكل غير رسمي تدعم طالبان أثناء وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، وساعدت الأفغان على تحقيق استقلالهم، وكانوا سعداء عندما انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان. الآن روسيا تحاول ببطء التقدم نحو تطبيع العلاقات والاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، وكما ذكر التقرير لافروف يقول أنه روسيا لا ترحب بوجود الدول الغربية في أفغانستان أو إقامة قواعد عسكرية لهم في أفغانستان. هذا هو الهدف الاستراتيجي الرئيسي بالنسبة لروسيا، ولكن في نفس الوقت تسعى إلى تطبيع العلاقات ببطء مع حركة طالبان والحكومة الأفغانية القائمة. نعم، بناء على المعطيات التي تفضلت بها أستاذ عزيز، ما المتوقع من رد أمريكي وغربي على القرار الروسي؟ وهل ستضع عقوبات أكبر على طالبان؟ الله أعلم، لكن أتوقع أنه نعم سوف يتم استخدام ذلك في الحملات الانتخابية الرئاسية والمزايدات باتجاه روسيا، لأن روسيا الآن هي العدو الرئيسي بسبب الحرب في أوكرانيا. الغزو الروسي لأوكرانيا تصدت له الولايات المتحدة الأمريكية، وهي زعيمة المعسكر الغربي في محاولة خلع الاحتلال الروسي لشرق أوكرانيا، ومن ثم فالمواقف الأمريكية تجاه روسيا كلها تنصب في هذا الاتجاه. نعم أستاذ عزيز، الرهانات والتساؤلات حول هذا الموضوع أنه هل سيمتثل الغرب لمطالبة موسكو برفع العقوبات عن طالبان والعمل على إعمار أفغانستان، أم ستكون هناك ردة فعل واتخاذ مسار آخر؟
ما هو المسار الآخر؟ يا إما يتعاونوا أو يتوقفوا عن التعاون، وده كله مرهون بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والصراع مع أوكرانيا، وهل هناك في اتفاقية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. أعتقد أنه ده المجال. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ عزيز فهمي المحلل السياسي المختص بشأن الأمريكي من واشنطن. مشاهدينا، نحن مستمرين معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة في برنامج ملفات ساخنة. نذهب إلى موسكو حيث ينضم معنا ديمتري بيجي مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية للحديث أكثر حول هذا القرار الروسي، أسبابه وأهدافه. أستاذ ديمتري، بعد التحية، لماذا قررت روسيا شطب طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية، وما الذي يعنيه قرار الرفع من أعلى المستويات؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أعتقد أن السياسة الروسية حيال أفغانستان، وذكر الحروب التي كانت بين حركة طالبان وأنذاك الاتحاد السوفيتي، انتهت بدون نتيجة، ونفس الشيء لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن حركة طالبان هي يعني القوة الأكثر تمكنا في أفغانستان، ولا يوجد لها منافس في أفغانستان في ظل التغييرات التي حدثت في أفغانستان في ما يقارب 30 أو 40 سنة من تغييرات حدثت في أفغانستان. انتهت بنتيجة أن حركة طالبان سيطرت على زمام الأمور السياسية في البلاد، وهي الفاعل الأقوى، في ظل أيضا أن هناك الآن تنافس بين روسيا والغرب. فحذف حركة طالبان من قوائم الإرهاب يساعد روسيا في تبعيد سياساتها في أفغانستان وفي آسيا الوسطى. هذا من ضمن السياسات الخارجية الروسية، ومن ضمن مفهوم السياسة الخارجية الروسية التي وقع عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر مارس 2023، ومن ضمنها التقارب مع الحضارة الإسلامية والدول الإسلامية، وأيضا سياسة فعالة أكثر يعني مواجهة النفوذ الغربي. وإذا ما استطاعت روسيا تقوية دورها في أفغانستان، والآن أيضا نرى الصين التي تستثمر في أفغانستان في كثير من المشاريع الاقتصادية بما يتعلق بملف النفط وملفات متعلقة بثروات الباطنية، فروسيا أيضا قد تكون فاعلة في أفغانستان لأن ترسل رسالة للغرب بأن سياساتها فعالة، وبأن هي على عكس الغرب تبني قنوات اتصال مع حركة طالبان. وهذا شيء أيضا يفيد الحركة من ناحية التقارب مع روسيا كقوة اقتصادية متمكنة وكدولة ليست بعيدة عن المنطقة. نعم، إذن أرى بأن التحليل الذي تفضلت به يشير بأنها الرسالة التي تريد موسكو إيصالها من رفض طالبان من قائمة الإرهاب، ولكن بعد سياستها أستاذ ديمتري، هل الحذر مع طالبان منذ استلامها السلطة؟ ما الذي حصل الآن لسياسات روسيا الخارجية؟ كيف تحولت هذا الحذر إلى صداقة؟ يعني أولا يجب أن نفهم بأن حركة طالبان بالفعل الآن زارت الكثير من الفعاليات في روسيا، في مدينة سان بطرسبورغ وفي مدينة كازان، مثلا مؤتمر روس العالم الإسلامي وغيره من الفعاليات. الآن ما تغير في السياسة الروسية وجوهر التغير هو بعد عام 2022، بدأ ما بعد ما تسميه موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. السياسة الروسية تغيرت بسبب العقوبات الغربية وبسبب التنافس مع الغرب. يعني الآن السياسة الداخلية الروسية أيضا تتغير يوميا بفعل القوانين التي تطرح في داخل مجلس الدوما الروسي بما يخص القيم العائلية، بما يخص السياسات الغربية، ونفس الشيء بما يخص حركة طالبان. الآن الحركة هي القوة الفاعلة في أفغانستان، والتقرب منها سوف يساعد روسيا في ملف الاقتصادي في أفغانستان، لأن نعرف بأن أفغانستان هي دولة غنية في الثروات الباطنية، دولة غنية اقتصاديا، وهي أيضا طريق تجاري اقتصادي مهم لكل القوى الدولية. ولذلك أعتقد أن روسيا يمكن أن تستفيد من حذف حركة طالبان من قوائم الإرهاب
لبناء علاقات دبلوماسية معها، وأيضا في ملفات التجارية والاقتصادية يمكن أن لا تكون العلاقات التجارية والاقتصادية بالعلن في بعض الملفات، لأن هذا الشيء قد يهدد هذه الاتفاقيات. وهذا ما تفعله روسيا، يعني نذكر مثلا عندما كانت تنشط روسيا سياساتها عبر شركة فاغنر في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، الآن التقارب مع حركة طالبان قد يساعد في حل بعض الملفات المهمة للسياسة الروسية، إما عبر اتفاقيات معلنة أو اتفاقيات سرية. نعم، هل ممكن أن نفسر هذا التحليل أستاذ ديمتري بأن موسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع حكومة حركة طالبان في أفغانستان بناء على الأسباب التي ذكرتها، أو يمكن القول أو نحدد أكثر ما الذي تريده بالضبط روسيا من طالبان؟ يعني أعتقد أن حركة طالبان كما قلت هي الآن تمسك زمام الأمور الاقتصادية في أفغانستان، والتقارب بين وحركة طالبان قد يساعد روسيا في إبرام اتفاقيات اقتصادية أو تجارية مع الحركة. لذلك مثلا نرى أن كيف ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان يهاجم حركة طالبان بسبب تقربه من روسيا، ويتهم بأن حركة طالبان أصبحت بعيدة عن ما كانت عليه في السابق من مواجهة للاتحاد السوفيتي أنذاك. ويعني حاليا نعرف أن روسيا هي وريثة لسياسات الاتحاد السوفيتي، لذلك يبدو بأن الحركة أيضا غيرت كثير من الأمور ومفاهيمها الداخلية فيما يخص التعامل مع الخارج. يعني في الأساس هي حركة جهادية، ولكن الآن يبدو بأن ما بعد استلام حركة طالبان للسلطة بدأت تفهم بأن الاستقرار في أفغانستان هو الحل الوحيد لضمان أمن المنطقة، وبأن أي مواجهة مع الخارج ليست مفيدة لأفغانستان. فلذلك هي تبرم علاقات مع الصين ومع دول الجوار ومن ضمنها روسيا التي الآن في مواجهة مع العرب مع الغرب، وهناك تنافس في منطقة الشرق الأوسط بين روسيا والغرب في القارة الإفريقية على حساب ضعف السياسة الفرنسية وضعف سياسات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وأيضا السياسة الأمريكية في عهد إدارة جو بايدن، كما أيضا في الملف الأفغاني الذي يعني أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية ضعف سياساتها وهشاشة سياساتها، ولذلك روسيا تستفيد من هشاشة سياسات الأمريكية في عهد جو بايدن وفي عهد الديمقراطيين، وتستفيد من ذلك في إبرام اتفاقيات مع حركة طالبان وتقوية دورها في هذه المنطقة. هل ممكن أن نقول أستاذ ديمتري بأن هناك تخوف روسي من وجود طالبان في السلطة بأفغانستان وهي الآن تحاول من تعزيز هذه العلاقة معها، أم أن يختلف المشهد في هذه العلاقة؟ أعتقد كما قلت يعني السياسة الروسية تغيرت بعد عام 2022. روسيا تفهم بأن حركة طالبان هي الوجه الجديد لأفغانستان، هي يعني التيار السياسي الوحيد الذي يمسك زمام الأمور داخل أفغانستان. نعم هناك حركات مختلفة رافضة لحركة طالبان موجودة حتى في داخل أفغانستان، ولكن هي مسكت زمام الأمور. وفي السابق يعني كان أيضا هناك محاولة للتخلص من حركة طالبان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول والاتحاد السوفيتي، أيضا واجه حركة طالبان ولكن انتهت بفشل كل هذه السياسات. ولذلك روسيا الحديثة وهي كما قلت وريثة الاتحاد السوفيتي تفهم هذه استراتيجية، يعني حتى في منطقة الشرق الأوسط روسيا مختلفة السياسات عن الولايات المتحدة الأمريكية في ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تقف روسيا في موضوع حل الدولتين. نفس الشيء الآن في موضوع أفغانستان هي موطئ قدم مهم لروسيا، كما مثلا سوريا هي موطئ قدم مهم لروسيا لسياسات في منطقة الشرق الأوسط حيث لروسيا قاعدتين عسكريتين. فإذا ما استطاعت روسيا إبرام اتفاقيات مع حركة طالبان قد تكون هناك كثير من الأمور الاقتصادية والتجارية يمكن الاستفادة منها، وحتى في ملفات العسكرية أيضا.
نعم أستاذ ديمتري، هل ممكن في هذه المواقف الدولية المختلفة وكما ذكرت قبل قليل التصاعد وتيرة الأحداث في الشرق الأوسط والعديد من الملفات، وهناك أيضا أحداث انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان منذ فترة طويلة، لذلك هل ممكن أن يكون هناك أحداث جديدة على المشهد بعد استلام طالبان للسلطة في الوقت الحالي؟ يعني مسألة حركة طالبان وأفغانستان داخلين هي مسألة صعبة. المسألة الأساسية هل يوجد هناك معسكرات لتدريب لمجموعات جهادية؟ هناك تساؤلات عن ذلك، يعني هل سوف تكون أفغانستان يعني أيضا موطئ قدم لحركات جهادية في المستقبل القريب؟ وهل نرى أيضا يعني تيارات جهادية جديدة؟ لأن ما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط الصراع بين يعني ما يسمى بمحور المقاومة الممانع الممثل بإيران والطرف الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هل سوف تنتج عنها إنتاج حركات جهادية جديدة؟ هذه مسألة مهمة أيضا، لأن المنطقة بشكل أساسي منطقة الشرق الأوسط وحتى منطقة آسيا الوسطى ليست بعيدة عن الملفات التيارات الإسلامية والجهادية المتطرفة، وقد نرى تيارات جديدة قد تظهر في السنوات القادمة. هذا هو المسألة المتعلقة بعدم استقرار النظام العالمي الحالي وذهاب العالم إلى حروب وصراعات، الصراع الروسي الأوكراني، الصراع في منطقة الشرق الأوسط وازدياده، والحرب الآن في لبنان. هذا شيء قد يكلف المنطقة ثمنا باهظا، كما أيضا منطقة آسيا الوسطى التي هي أيضا مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، لأنها أيضا الجماعات الجهادية لها يعني تواصل بين مع منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأي حدوث لمشاكل وعدم استقرار قد تؤثر بها منطقة آسيا الوسطى أيضا. إذن ديمتري بريجي مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية كنت معنا للإيضاح، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل ولنا عودة. إذن مشاهدينا نعود لكم مرة أخرى في ملفات ساخنة. وقاد تصاعد التوتر بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان إلى ارتفاع أسعار النفط وتسجيل الذهب مستوى قياسيا قبل أن يتراجع وقت إعداد هذا التقرير، وأيضا يتزايد الطلب عندما تكون هناك مخاوف اقتصادية تتعلق على سبيل المثال بالتضخم، قوة الدولار الأمريكي، مما يدفع البعض إلى البحث عن أماكن بديلة لإيداع الأموال، وهذا الأمر أيضا حدث فعلا خلال جائحة كوفيد. نتابع هذا التقرير ونعود لنفتح هذا الملف. بقيت أسعار النفط في حالة من التقلبات لمدة عام على وقع الحرب على غزة، وبقي هاجس انقطاع الإمدادات بفعل مخاوف توسع الحرب إقليمياً في المنطقة يحرك أسعار النفط عالمياً. وتسارع ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الأول من أكتوبر مع تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل وامتداد الصراع بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، وسجلت أسعار النفط أكبر مكسب أسبوعي في عامين بفعل مخاوف انقطاع إمدادات النفط مع قلق الأسواق من توجيه ضربة عسكرية لإيران من قبل إسرائيل. أسعار النفط زادت وسط مخاوف من أن يؤثر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله على الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط. أما أسعار المعدن الأصفر فقد ارتفعت بأكثر من 7% في الشهر الأول من الحرب على غزة، وتابعت صعودها لتحطم مستويات قياسية غير مسبوقة. محللون يرون أن أسعار الذهب عالقة في صراع قوي بين ارتفاع الدولار والطلب المستمر على الملاذ الآمن، مما سيبقيها على الأرجح بالقرب من المستويات الحالية. كما يرى المحللون أن فتح جبهة حرب جديدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله أدى أيضاً إلى بعض الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن في محاولة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية لأي حرب إقليمية أوسع نطاقاً.
وتعود المكاسب الأخيرة التي حققها المعدن النفيس إلى حد كبير إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة والتوترات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. إذن مشاهدين الحديث أكثر ينضم معنا عبر سكايب الدكتور عامر الشبكي الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة. دكتور عامر أهلا بك في ملفات ساخنة. دكتور، بداية كما نعرف بأن دائما السياسة والاقتصاد تواجهان لعملة واحدة والعلاقة بينهما طردية، خاصة عند توتر المشاهد ووجود أو دخول التصاعدات السياسية. كيف تنعكس هذه التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الذهب والنفط تحديدا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك مناير وللمشاهدين. أكثر ما يتأثر الآن في الأحداث الجارية توترات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية في العالم هي أسعار النفط وأسعار الذهب. أسعار الذهب بالذات وصلت أو تحطم دائما مستويات قياسية، تضاعفت تقريبا في العامين الماضيين إلى الآن، اكتسبت قرابة 30% من الأسعار الإضافية خلال قطع العام الحالي. أيضا أسعار النفط تداعي فيها التوترات الجيوسياسية لأيضا تأثير هذه التوترات على المعروض في الأسواق من ناحية، وأيضا الظروف الاقتصادية في العالم تؤثر على الطلب في العالم، سواء في الصين التي الآن تطرح أكبر حزمة تحفيز اقتصادي لتنشيط اقتصادها للوصول إلى نمو اقتصادي يسمح لها بأن تبقى متربعة على عرش الطلب وشراء النفط في العالم، وأيضا في الولايات المتحدة التي بدأت تخفض أسعار الفائدة التي بالتأكيد ثبطت عجلة النمو الاقتصادي في أكبر مستهلك للنفط في العالم في الولايات المتحدة. وأيضا لا ننسى الأعاصير التي بدأت تضرب الولايات المتحدة فلوريدا، وهذه الأعاصير أثرت أيضا على الطلب على النفط وتؤثر على المعروض النفطي في الأسواق. بالإضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط، عرقلة المرور في البحر الأحمر، وأيضا هذه التهديدات بالتأكيد لها تأثير كبير على التوقع في المعروض في الأسواق بأن ينخفض، وهذا بالتأكيد يرفع أسعار النفط. الذهب الآن أيضا يستفيد من كل هذه العوامل، من تخفيض أسعار الفائدة، من التوترات الجيوسياسية. دكتور، بما أن أشرت قبل قليل بأن هذه التأثيرات الجيوسياسية لها فعلا تأثيرات على أسعار الطلب، المؤشرات، الأسهم، صعود ونزول، الكثير من العرض والطلب، لذلك هل التوترات في الشرق الأوسط كما تفضلت تنعكس على ارتفاع أسعار الذهب والنفط؟ هل يستفيد الجميع أم فقط البائع هو الرابح الأوحد في هذه الأوضاع؟ نعم، بالنسبة للنفط البائع والمستثمر هو الرابح في ارتفاع الأسعار، لكن هنالك خاسرين أو خاسرون وهم المستهلكين للنفط في العالم. الدول المستهلكة المشترية للنفط بالتأكيد ستشتري أسعار النفط بأثمان مرتفعة مع التأثر في هذه التوترات الجيوسياسية. طبعا التوترات إذا ما كانت الحرب محصورة ما بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان أو في غزة فهذا يبقى بعيدا عن منابع النفط، لكن بدأت التأثيرات بشكل أكبر على أسعار النفط بعد التهديدات المتبادلة ما بين إسرائيل وإيران، ونعلم بأن إيران تمتلك ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم، وبالتالي هي أيضا من كبار مصدرين النفط في أوبك، عدا عن تهديد طرق الملاحة، عدا أيضا التلميح في وسائل إعلام إيرانية غير رسمية عن إمكانية تهديد أيضا منابع نفط في المنطقة. نعم. دكتور، بما أنك فتحت هذا الموضوع والملف، إسرائيل سوف تتأثر سلبا بشكل كبير في حال اتساع نطاق الصراع بالشرق الأوسط وإيران كذلك، لذلك من المستفيد في هذه الحالة من التصعيد وارتفاع أسعار النفط دكتور؟ نعم، أعتقد الآن اللعبة ما بين الطرفين هو من يصيح أولا، من يصرخ أولا. أعتقد بأن هذا الأمر بالفعل هو مؤثر. ارتفاع أسعار النفط، كإسرائيل تستورد معظم حاجتها
من النفط. الولايات المتحدة ارتفاع أسعار النفط أيضا يؤثر على حظوظ كاميلا هاريس والديمقراطيين في النجاح في الانتخابات القادمة. إيران إذا ما ضربت منشآت النفط بالتأكيد ستكون المتأثر الأكبر لأنها السلعة الرئيسية المصدرة من إيران وتورد للخزانة الإيرانية. مثلا العام الماضي وردت للخزانة الإيرانية قرابة 35 مليار دولار. طبعا الآن لكن الآن الأمر يعني مختلف بشكل كبير لأن مثلا الاحتلال الإسرائيلي يريد من هذه الحرب فرض سطوته على المنطقة، القضاء على أعدائه، وبالتالي أيضا هو يحارب المنطقة وأيضا يعارض بشدة أيضا الولايات المتحدة التي تدخلت بالفعل اليوم مثلا لحث إسرائيل على عدم استهداف منشآت النفط الإيرانية لأن الولايات المتحدة في هذا الأمر ستتأثر. فأعتقد بأن الجميع متأثر والعالم متأثر من استمرار وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط. نعم دكتور، في هذه الحالة وهذه المعطيات، الخوف من الضربة، وهناك أيضا ثني لهذه الخطوة بأن لا تقدم عليه إسرائيل، هذه التوترات الجيوسياسية والمخاوف من الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية وتوقعات أيضا بتوسع الحرب، هي كلها عوامل دفعت لارتفاع أسعار الذهب إلى الارتفاع لتلامس كذلك مستوى تاريخي إن صح القول. لذلك برأيك دكتور، ما هي السيناريوهات المحتملة في حال استمرت أو نقول زادت تلك المخاوف؟ نعم، يعني ذكرت لك بأن الذهب يستفيد من جميع العوامل الموجودة حاليا، سواء المخاطر الجيوسياسية المرتفعة ليس فقط في المنطقة، ذلك أيضا مخاطر مرتفعة في الجبهة الروسية الأوكرانية، أو حتى نكون واضحين أكثر، الجبهة الروسية مع الغرب في أوكرانيا، وأيضا في الحرب الاقتصادية ما بين الصين والولايات المتحدة والغرب أيضا. فكل هذا يدفع أسعار الذهب للارتفاع. بريكس التي تحث أعضاءها أيضا على شراء الذهب، وهذا عامل مهم لارتفاع أسعار الذهب. أيضا تخفيض أسعار الفائدة يجعل سندات الخزينة الأمريكية أقل يعني قابلية للشراء من الذهب، هذا يدفع باتجاه الاستثمار في الذهب. فالعوامل كلها تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب في الفترة القادمة، والتوقعات أن يبلغ الأونصة 3000 دولار في منتصف العام القادم، يعني ينتظر أيضا ارتفاع أكثر من 30% في الفترة القادمة هذا المعدن الأصفر. نعم هذا الرقم أكثر من 3000 دولار، أي يعني ما يعادل 30% كما تفضلت دكتور. لنقول بأن إذا اتسعت رقعة الصراع في الشرق الأوسط، هل ستواصل أيضا أسعار النفط والمعادن ارتفاعاتها فوق 30%، أي تصل إلى النسب القياسية؟ الأهم، هل سيستوعب العالم تلك الارتفاعات في خضم هذا التصاعد والشد والجذب في التغيرات الجيوسياسية؟ نعم، المعادن مثل الذهب وأيضا الفضة يعني تلقت دفعة وارتفاع في هذا العام قرابة 37% منذ بداية العام، وهي أيضا يعني المستثمرون في الفضة استفادوا جيدا في استثماراتهم من هذا الارتفاعات، وأيضا تنتظر ارتفاعات لأهمية الفضة أيضا ليست فقط كملاذ آمن بل أيضا تستخدم في بعض الصناعات الدقيقة، وبالتالي هنالك توقعات بارتفاع أسعار الذهب إذا ما كان هنالك توترات إضافية في المنطقة، وأيضا في بعض المعادن. الحديد أيضا تلقى دفعة في الأسعار بعد الحزمة، حزمة التحفيز الاقتصادي في الصين التي ربما تنقذ قطاع العقارات المتدهور في الصين. الذهب والمعادن بشكل كامل أعتقد بأنها تتجه إلى ارتفاعات، مع توقعي الشخصي بأن المخاطر ستزداد خطورة في الأيام والأسابيع القادمة. نعم، هذا الذي نتحدث عنه دكتور، بأن هناك ارتفاع متوقع للعديد من المعادن الأساسية والمهمة. لذلك بكين أعلنت عن إجراءات تحفيزية في سياستها النفطية كذلك، وتزايدت احتمالات انتعاش إنتاج النفط الليبي في نفس الوقت، ما انعكاس ذلك على سوق النفط العالمية والأسعار الحالية دكتور؟ نعم، ليبيا ربما هنالك حل للصراع على يعني من يسيطر على المركزي ما بين طرفي الصراع في ليبيا، لكن أعتقد بأن 500,000 برميل المنتظرة من إنتاج ليبيا لن تؤثر في الأسواق، ونحن نتحدث عن إمكانية فقدان ملايين
من البراميل إذا ما كان هنالك صراع حقيقي شامل في الشرق الأوسط يؤثر على الإمدادات بشكل واسع ويؤثر على حركة المرور من مضيق هرمز، وبالتأكيد هذا الذي سيكون مهم بشكل أكبر للأسواق. وتبدو المؤثرات مثل النفط الليبي أقل تأثيراً في أسعار النفط من المؤثرات الكبيرة الحالية أو التي تؤثر بشكل جسيم في أسعار النفط. نعم دكتور، تحدثنا عن العديد من المعطيات، الكثير من المشاهد المختلفة. أيضا نرى على الساحة نائب رئيس الوزراء الروسي ذكر أن التوتر في الشرق الأوسط لن يتسبب في تقلبات كبيرة في أسعار النفط عالميا، لأن السوق برأيه بأن استوعب في الفعل تأثيرات هذه المخاطر. كيف ترى هذا التصريح دكتور؟ لا أعلم المقصود من تصريح المسؤول الروسي، لكن ترينا أن أسعار النفط ارتفعت الآن. مثلا سعر برنت قريب من $80 للبرميل، كان $70 قبل 10 أيام، في 10 أيام منذ الأول من أكتوبر ارتفع 13% البرميل، وبالتالي هذا الارتفاع كبير والتذبذب واسع، في حين التصريح بوجود مثلا رد إسرائيلي قد يشمل منابع النفط في إيران أو مراكز الطاقة في إيران، أو في حين يعني تراجع هذا التهديد، ترى هنالك تأثير لا يقل عن 3-4% على سعر النفط. أعتقد بأن التذبذب هذا سيرافق أسعار النفط حتى تتضح الصورة، خاصة وأن اليوم أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي قال أننا مصرين للتوجيه ضربة مؤلمة وقوية ومفاجئة لإيران، فأعتقد بأن هذا ربما يشمل يعني الجميع. طبعا هنالك التوقعات، سقف التوقعات مرتفع، والسيناريوهات ايضا مختلفه في 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 يعني القادم من الايام، اخطرها سيكون ربما استهداف حتى البرنامج النووي الايراني. نعم. وايضا ربما مشاركه الولايات المتحده في هذا الصراع، وهذا اعتقد بانه سيكون سيناريو خطير على المنطقه. واعتقد بانه ايضا واضح من الاتجاه الإسرائيلي بأنه لا يتجه إلى التهدئة، يتجه إلى التسخين، ونحن نرى بالتأكيد الهجوم المستمر على لبنان. نعم. عامر شبكي الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة كنت معنا للتوضيح، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا أستاذ عامر. شكرا. إذن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة من ملفات ساخنة، كانت ملفاتها ما استعرضنا في أهم وأبرزها في هذه الحلقة. شكرا للمتابعة، في أمان الله.